نعم، اليوم تم الإعلان عن 5 إصابات بفيروس كورونا، ومن هذه الإصابات 2 وفاة. ولكنني أود أن أؤكد في هذا المقام أنه نحن في مثل هذا الأسبوع 16 من شهر أبريل في العام الماضي 2019 سجلنا 34 حالة وفاة في عدن من حمى الضنك والشيكنغونيا، وسجلت 56 حالة وفية في محافظة تعز من هذا المرض، وسجلت 68 حالة وفية في محافظة الحديدة. الفيروسات كلها متشابهة في أعراضها من حيث الحمى وضيق النفس والوفاة. اليوم ظهرت الحالات مرتين، عملنا فحص للحالات وظهرت بوزيتيف يعني إيجابية. نعم. وبالتالي في ظل هذا الوباء العالمي لابد أن نعلن عن أنها حالات كورونا حتى يثبت العكس.